جايز انا بعد ما نمت الساعه صارت 6:30 الصبح، احنا لازم في الساعه 7، فما بعرف بقدر انام نص ساعه وما بعرف حنام بالمره اصلا، بس انه حاترك الكاميرا شوي على الشحن وهيك. واول يعني ما زنمت اول ما في او اول ما بعرف، بس انه اول ما ارجع لكم بكون الكاميرا شوي شحنت وغيرت ثيابي وبجهز للمطار وهيك. فيا بشوفكم بعد شوي. هلا جايز، اوكي فرجعت نمت شوي صراحة، ما رجعت هلا شفت قد الساعة، بس هحط ماي ميك اب اللي بحطه دايما الماسكارا وهيك على السريع، و ايه هعمل ماي ميك اب هلا. Guys, we are جايز انا وسيسي هلا جبنا فيك. لا جبنا فيك فاهمة شو؟ هل؟ اوكي ويت انا بعد ما بعرف شو مبروك. في ساعة على طيارتنا. يا بس ادينا عم نحضر. كان صور في ماي تيك توك من هاي. Thank you.
شو نعمل متوي يا هلو جايز هيدا بعدكم نهار وانا هلا عم بعمل اديت للفلوج فبس صورت الكل لما انا وصلت كان من بوينت اوف فيو انا وبعدين وقفت الكاميرا بالغلط بعدين بس في فيديو ليدا وذا بايت اللي نحن بالسياره هيدا لما وصلنا وبس وصلنا تغدينا دغري فصراحه ما عملنا شيء هالنهار وللاسف نحن بالعادي عندنا فاميلي جروب وبهالفاميلي جروب بيبعتوا كل شيء لما واحد يجي من سفر ما حتى صورنا ما تسالوني ليه فما عندي هيدا البايت لما نحن وصلنا على البيت بس ايه يعني كان حلو الوصول يعني كان عم يبكوا هيك سو ايه بس هيدا كان الفيديو وان شاء الله بعمل مور بلوجز بلبنان وانتظروا هالفيديوهات.